السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المحترم. الأخوة أعضاء جهاز التنفيذ بغرفة التجارة وصناعة عمان، الإعلاميين والصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية، أهلا بكم جميعا في بيت التجارة وغرفة التجارة وصناعة عمان. هذه المؤسسة التي بزغت مع بزوغ نهضة عمان المباركة لتكون واجهتها في قطاع الأعمال والاستثمار، ولتكون منصة لرواد الأعمال ومحطة للوفود التجارية الباحثة عن الشراكات الاقتصادية، ولتكون مصدرا موثوقا للبيانات الاقتصادية والدراسات التجارية، ولتكون مركزا لإدارة السجلات التجارية وإصدار شهادات الاكتساب وحل القضايا التجارية. الإعلاميين والصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية، حريا بنا أن نشير إلى بعض المؤشرات التي تحققت تحت نهاية عام 2019، والتي كان غرفة التجارة وصناعة عمان دورا بارزا في تحقيقها. بلغ إجمالي عدد المنتسبين حتى نهاية 2019 ما يقارب 371,357 منتسب، وبلغت عدد الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة في عام 28 وفدا من مختلف دول العالم. لدى الغرفة شراكات تخدم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمجتمع، من أبرزها جائزة الغرفة للابتكار مع مجلس البحث العلمي، وكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، وجائزة الرؤية الاقتصادية مع جريدة الرؤية. المكرم حاتم الطائي، الإعلاميين والصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية، إن شراكة غرفة التجارة وصناعة عمان مع مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر في جائزة الرؤية الاقتصادية تأتي من منطلق الإيمان بأن مثل هذه المبادرات تشجع الشباب والمهتمين من أبناء الوطن على الابتكار في قطاع الأعمال، وكذلك تعزز من قدراتهم على اكتشاف الفرص الواعدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتفتح لهم آفاق نحو المشاريع الريادية التي تعد أحد الركائز التي تسعى الغرفة إلى رأسها في جيل الشباب من أبناء الوطن الغالي عمان. في الختام، لعل الفرصة السانحة بأن أقدم كلمة شكر لمؤسسة الرؤية للصحافة والنشر وعلى رأسها المكرم حاتم الطائي على المبادرات التي يتطلبونها في الوطن في مختلف المجالات، والتي بلا شك أسهمت في نشر ثقافة الاستثمار وتأسيس مشاريع وابتكار الأفكار. والشكر موصول إلى الأخوة الإعلاميين والصحفيين ممثلي المؤسسات الإعلامية على جهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر والإيجابي مع غرفة التجارة وصناعة عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.